هذا السائم يقول: لو كان الوالد مع الكفار يقاتل. لو يقول: لو كان الوالد مع الكفار يقاتل معهم، فهل يجوز للابن قتله؟ نعم، هو قيل سبب نزول قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، إنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما قتل أباه في بدر، لأبوه مع الكفار يقاتل المسلمين، فقتله ابنه أبو عبيدة بن الجراح، فنزلت هذه الآية. نعم.